اهلا بكم من جديد. الافراح النهارده جمهور الاهلي بدا يعبر عن فرحته على صفحات السوشيال ميديا واحتفالات كبيره بالتتويج بطوله الدوري. عدد من لعيبه الاهلي كان عاوز يشارك في الاحتفالات لكن كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك على وضعك. رفض تماما الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره انه اي لعيب يشارك بسبب بمشاركه بتسجيل فيديو او تعبير عن فرحته تغريده. قال لك احنا ملتزمين بنفس التعليمات ان احنا الاستعداد لمباراه الزمالك، مفيش اي تصريح يطلع من الفريق، وهنأجل الاحتفالات الى ما بعد مباراه الزمالك. طبعا المباراه، طبعا مباراه القمه زي ما الكباتن اللي معانا في الاستوديو قالوا انها مباراه لا يعني معايير خاصه، فلازم النادي الاهلي النهارده بيأجل المسؤولين في النادي الاهلي الفرحه، وده دليل على انه كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ وتوجيهاته للعيبه واصراره على انه مفيش حد لعيب يعني خالف التعليمات اللي كان متفق عليها رغم الفوز، ان هو النادي الاهلي مركز يعني بقوه في مباراه القمه. طيب احنا في برضو بمناسبه النادي الاهلي، طبعا زي ما اتكلمنا عن امام عاشور وان هو خلص، وزي ما كنا شايفين ان هو كان كهربا هو اللي كان بدا مع امام عاشور، وهو كان يعني زي ما بنقول كان ليه دور كبير في انتقال امام عاشور. السؤال، طيب هل امام عاشور برضو هيبقى ليه نفس الدور في انتقال مصطفى فتحي للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا النادي الاهلي دلوقتي لا يخفى على احد ان هو مصطفى فتحي على رادار النادي الاهلي، كولر مقتنع بيه وهو شايف انه هيكون اضافه مع بيرسيتاو. النادي التعاون السعودي كان فيه تواصل معنا تم مع الأستاذ سعود الرشودي اللي هو رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، واللي هو لم ينفي مفاوضات نادي الأهلي وأكد أنه بالفعل فيه مفاوضات مع النادي الأهلي، وكمان أنه هو نادي بيراميدز بيتكلم على أساس أنه هو ياخده بصفة نهائية، وكمان بيقول انه في انديه اخرى بتتفاوض على مصطفى فتحي. مصطفى فتحي بعد عودته ومشاركته في بيراميدز يعني اثبت ان هو لعيب من العيار الثقيل راح المنتخب، فمصطفى فتحي الان يستحق ان هو بيراميدز او النادي الاهلي يتفاوض عليه، لكن هتبقى في النهايه من سيحسم الصفقه هو رغبه اللاعب والمقابل المادي، لان مصطفى فتحي بيحصل على من حدود ل 8 او 9 مليون في بيراميدز. هو طالب ان هو في حال انتقاله للنادي الاهلي ان هو يتساوى مع لعيب الفئه الاولى في النادي الاهلي وياخد زي امام عاشور ياخد واللعيبه اللي هو موجوده في الفئه الاولى 15 مليون جنيه بدون ضرائب. صفقه مصطفى فتحي تقترب من النادي الاهلي، ايوه بالفعل صفقه مصطفى فتحي تقترب من النادي الاهلي، ولكن من سيحسمها هو المقابل المادي. عايز اسال الكابتن عادل، ايه رايك في صفقه امام عاشور ومصطفى فتحي في حال انضمام النادي الاهلي؟ شوف حضرتك، هو في الفترات ديت كل الانديه في العالم بتحاول ان هي تجيب ما يناسبها الاماكن اللي هي اللي هو فعلا محتاجها. بنشوف في السعوديه فاتحين الخزائن بيجيبوا كل نجوم العالم واخرهم زيدان وطارق واسمه ده اللاعب الجزائري محرز، فالخزائن دي مفتوحه علشان عارفين ان كره القدم استثمار تسويق ومتعه وتسويق، وبتمتع الشعب بتاعك من خلال حاجه الدوري السعودي. دلوقتي في 37 شركه عالميه طالبه ان الدوري السعودي يسمى باسمها. تعرف يعني حضرتك الموسم اللي جاي تقريبا الكره الارضيه كلها هتتفرج على الدوري السعودي لان هم عاملين كان اسمه ميسي. شوف حضرتك هم عاملين كل النجوم عندهم عاملين بنيه تحتيه رهيبه جدا. انا اشتغلت في السعوديه زمان، كانت الملاعب عباره عن ملعب رمل، ثم لما تطورنا شوية كان في ملعب الملز، كان ملعب نجيل صناعي، وكنا بنتمرن بالدور يعني في الرياض الهلال والشباب والنصر، واحنا كنا ماسكين المنتخب العسكري مع الله يرحمه كابتن ميم عبد الحميد والمنتخب القومي. النهاردة لما رحت نادي الاتفاق سنة 88 كل نادي ليه مقر في كل الألعاب، إلى جانب في استاد في المدينة، يعني مثلا مدينة زي الطائف أو جد أو الرياض استاد كامل موجود في كل مدينة، إلى جانب أن كل نادي مع الاستاد بتاعه مع كل الألعاب، حمامات السباحة الاسكواش كل الألعاب، بنية تحتية رهيبة جدا معمولة، عاملين نظام احتراف على أعلى مستوى، بيتقدموا تقدم غير طبيعي. المستثمرين اللي داخلين وجابوا كل لعيبة العالم باستثناء ميسي زي ما حضرتك تفضلت، واعتقد يمكن فترة كده يمكن يجيبوا ميسي برضه، يعني ممكن يعني يطلعوه إعارة ويجي. فطبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك كل الانديه المفروض في الفتره ديت بتجيب ما يناسبها، لكن المشكله عندنا ان الانديه الشعبيه ما عندهاش ايرادات، والانديه اللي هي المؤسسات عندها ايرادات بس ما عندهاش جماهيريه،
فدي دي طبعا مشكله، ودي اللي مخليه بقى الاسماعيلي والانديه الشعبيه دي وغزل المحال والانديه دي بتبقى في مرحله الهبوط اللي احنا شايفينها دي. لما يبقى فيه دعم ويبقى فيه مستثمرين، ولما اقترحت زمان، وانا هناقش الجزئيه دي فيما يتعلق بالدوري وشكل الدوري ودرع الدوري ان شاء الله. بس انا عايز اسالك دلوقتي رايك في امام عاشور وانضمامه ومصطفى فتحي طبعا، وهل هيكون مثلا اضافه فنيه وشايفهم ازاي؟ لما المدير الفني بيطلب على طول في النادي الاهلي، على طول المدير الفني بيطلب على طول بيجي. احنا شفنا موسيماني كان طلب لعيبه واللعيبه جت، بيرسي تاو ما كانش ماشي وبعدين ابتدى يعني من عملية الفريق دلوقتي يبقى في نجاحات. اعتقد ان الاثنين اللي طلبهم كولر من اداره النادي اعطوهم ان هم صفقتين جيدين جدا ومفيش خلاف عليهم. واعتقد ان نادي الزمالك لما باع امام عاشور باعه بمبلغ يعني ضخم جدا، 3 مليون ده يعني الانديه في الدنمارك ما بتدفعش الارقام ديت، فنادي الزمالك استفاده قويه جدا من بيعه، وطالع بطريقه محترمه وبطريقه مهذبه جدا، ولعيب ممتاز ولعيب هايل. اعتقد ان هو هيبقى اضافه للنادي الاهلي زي ما بيقول المدير الفني. وطبعا مصطفى شفناه مع سموحه من خلال اداء احمد سامي اللي طور من ادائه طبعاً. احمد سامي طور يعني من أداءه وعمل موسم لحضرتك شفته، كابتن هشام شاف ان احمد سامي طور من اداء اكتر من لاعب، حتى منعم اللي كان موجود معاه، عبد القادر، كان كلهم موجودين معاه في سموحه، وعمل تطوير قوي جدا وبما فيهم مصطفى. اعتقد ان مصطفى طبعا ماشي مع بيراميدز وكان ماشي مع التعاون كويس، فاعتقد صفقتين جيدين جدا.